السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. نتقابلوا اليوم في فيديو دونك سبيسيال شويه، مانيش نعملوا لا جيمينج نيوز لا حد شيء. حبيت اليوم نحكي معكم جست معناها نقول لكم على البروغرام تاعي نتاع 2016، الجولز اللي نحب نعملهم. نبداو بالجولز تاع دونك تاع الشين مش البيرسونال جولز. نحب نولي كونسيستون في الحكايه نتاع الجيمينج نيوز، نولي ناش نهبطها مره كل 3 ايام ولا نهارين. هذا ديجا انا في اول ابيزود قلت باش نهبطها 3 ايام، مشيت شويه حكايه الاربع ابيزودات الاولين مشيت مريقل، وبعد وليت كل جمعه وبعد ساعات حتى كل جمعتين لاسباب نتاع القرايه. تو نحاول معناها نولي ننظم وقتي اكثر ما بين القرايه والشين. ثاني حاجة، قبل زادة ما نمشيو على حكاية الجيمينج نيوز، عملت أنا فازة جديدة في الباش فيسبوك سميتها جيمينج نيوز ديلي. نعملكم فيديو متاع 30 سيكوند هكيك تقاو فيها أهم الأخبار متاع النهار هذية، متاع أي ما أنت بتاكل النهار. نختار لكم 6 أخبار من الأهم ليسيت ونعمله لكم في الباج، وبعد معناها في الجيمينج نيوز اللي الابيزود اللي تعبط عشان تقاو الريجيمي متاعك الأخبار اللي هبطتهم في الباج، معناتها اللي فاتوا ولا حاجة ينجم ديركت يجي للشين ويقع الأخبار الكل. ثاني حاجة نحب نعملها نزيد في الجيم بلايز، حاطر معناتها قيت برشا ناس قالت لي اللي يعملوا جو وقت يتفرجوا في الجيم بلايز متاع Assassin's Creed وكل نخمم نعمل جيم بلايز متاع فيفا سورتو المود في الدرافت، حاطر فيها برشا جو. زادة Ultimate Team نعمل لكم كان تحبوا سكيل بيلدرز سكواد بيلدرز اي حاجة معناتها تابعة الفيفا، حاطرني ممكن ما تلاحظوش عليها في الفيديوهات اما بالحق مغروم ياسر بالفيفا Ultimate Team، وديما نلعب انا وصحابي اونلينيا. حتى الفيفا ما تنجم تعتبرها اهم لعبة عندي. البلاك اوبس 3 تو ما شريتها اما قريب باش ناخوها، برشا نصور برشا عباد يحبوا الجيم بلايز نتاع كول اوف، اما نتصور ضعفت شوية على اللي كنت عليه، حاطر جاتني بيريود في الاكس بوكس 360 كنت نلعب بلاك اوبس 2 مودرن وورفير 3 وكول اوف ديوتي جوست، كنت معناها مغروم بالكول اوف ياسر. مي ملي حولت للبلاي ستيشن ما شريتش كول اوف، خاطر شرتو ادفانسد وورفير لعبت على الاكس بوكس وقالوا لي معناها حكايتها عاديه ياسر دونك ما تستحقش اني نصرف عليها 160 دينار دونك ما شريتهاش. سناب بلاك اوبس 3 بالحق عجبتني ياسر، ديجا صبري يلعب فيها بريس كل نهار مع الاكيب نتاعو في بالي نيكست، هو وفينيكس ياسين فينيكس ديما يلعبوا فيها، ندخل معهم انا بعد ساعات في التيم سبيك بعد نفدتهم شويه بعد نمشي. دونك ان شاء الله زاد نعملوا البلاك اوبس 3. شنو اخر نزيدوا فيك الفازه نتاع نفسر لكم لي كومبوزون تاع البي سي كيما عملتها مع صبري، نجموا نزيدوا نعملوهم. صبري بالنسبة لي ما يعرفوش هاردوير تاين تقاو اللينك بتاعه هوني، نمشيو شوفوا عملوا طلع عشان بتاعه خدمته طيارة ياسر. ان شاء الله زادا نعملوها معناتها كيما قلت لكم الحكايات هذوما متاع لي كومبوزون بي سي. شنو اخر نعملوا كولابوريشن ممكن مع يوتيوبرز اخرين كيما حمادي ذوان ولا ساجد ايدك ولا مكي اذا كان حب ولا بسام علاش لا. شنو اخر زادا والله يحب نمشي زادا الايفنتس، برشا عباد قالوا لي شبيك ما تجيش للايفنتس راهو نحبوا نشوفوك نحبوا والله ان شاء الله معناتها اي ايفنت قريب. انا تاع حتى نسكن في صفاقس دونك حتى السنتو كايشي نهارتها ما مشيتلوش من باع البالي بيه انا. نهارتها زادا عندي تكويره تورنوا دونك رصات لي مشيت، وبعد ما نتا كلموني قالوا لي وينك وكل قلت لهم ما نجمش نجي سو ان شاء الله المره الجايه. شنو زادا نتعديو تو نتصورك هما معناتها الجولز نتاع الشين نتاعي دونك شنو اخر نحب بالنسبه للجول نتاع تي جي معناتها الاكيب كلها نحبوا نقويو في الباج ديجا
ديجا معناها الباج جاتسا تتحسن برشا بالوقت القوي في التيم، ولو عنا ازيد مومبرز واخترناهم زادة بالباي. التيم سوشيال ميديا مش انا خطيتني، اما التيم سوشيال ميديا جاتسا تعمل في خدمة طيارة ياسر سورتو على الفيسبوك، وزادة جاتسين حضروا في تيم باش تخدم على السيت باش تعمل نيوز على السيت، زادة يسهلوا عليا الحكاية متاع جيمينج نيوز، نحاول انا زادة نعاونهم باللي نقدر. حاطر ديجا كما تعرفوا الهوست نتاع السيت تتكلف بالباهي فلوس، حكاية 160 دينار في بالي في العام. اما الكل معناتها اللي باش يعاوننا هو الدعم متاعكم، كي تعملون انتم اللايكس كي تدخلوا للسيت وكي تبارتاجيو، هكا اللي باش يعاون الكوميونيتي متاع تيجي تكبر، والكوميونيتي متاع الجيمينج بالطبيعة باش تكبر معاها. شنو اخر تو نتعداو للبيرسونال جولز اللي هما حاب نعمل سيت اب يعاونني في الخدمة، خاطر تو شوف معناها السيت اب متاعي كل مرة نبدل فيه، كل مرة معناها نبدل في البيوت، عندي برشا خيوط برشا خيوط لا يوريك، خيوط انترنت وهب والواي فاي مش واصلة، ومعناتها مقلقتني بالباهي الحكاية. معناتها السيت اب نحبه يكون براتيك، نحب نبدل الكرسي زادة خاطره مش مرتاح، نحب معناتها يكون هكا سلام نرجع من القراية حل باب نقى الكرسي نقى بيسي، نحب دو زيكران ولا تروا زيكران، نحب معناها الاديتينج يكون سهل، التسجيل سهل ديريكت. ديجا انا تو حتى الكاميرا ما عنديش، الكاميرا نتسلف فيها من عند صاحبي رمزي ومن عند محمد، سو ديديكاست لهم هما، خاطر ما غيرهم ما نجمش نعمل هنا لا جيمينج نيوز لا حتى شيء. قبل كنت نصور بجالكسي اس 5 كما ما انت نصور كاليتي نتاعو ما تسمح ليش باش نعمل فيديوهات دو كاليتي، ومن خاطر مثلا الضوء اللي نستعمل فيه يعمل هيك الناش كيفاه كخطوط خطوط تولي الكاميرا معناتها ما تنجمش تصور، دونك لازمني كاميرا بروفيسيونيل كيما الدي 3200 اللي نصور بها نيكون ولا 600 تاع محمد اللي نجم معناتها نعمل بهم فيديوهات دو كاليتي باش يعجبوكم، سورتو باش نجم نركب الميكرو هذايا، خاطر الميكرو هذايا حتى على البيسي ما نجمش ريكوردي به، دونك هيك هي حكايه. هيك عليه معناتها كيما قلت لكم السيتاب يكون براتيك ياسر، تقعد نجم معناتها يسهل لي في الخدمة على الاخر، نقعد نسجل نحول للبيسي، بيسي يكون قوي، انا تو نخدم بيسي اي 3 4 جيجا دو رام انتجري والاكرون مكسرة مركبه بالاتش دي ام اي على التلفزة 32 بوس، وديجا الميكرو زادا معذبني نتاع كل معناتها الديناميك مايك سهلو صبري زادا كي نحكيو في التيم سبيك ولا في السكايب سهلوه كيفاش تخشخيش لين يهبل مسكين لين يسكر. هاو معناتها السيتاب لازمني نحسن فيه، يعاوني زادا في الشورتس نتاع ريفيوز برشا قطايع جايين من عند ديتا وقطايع اخرين ان شاء الله معناتها شركات اخرين تعاوننا. ديجا جيتس كرييتيف كان تعرفوها الشركة، والله نسيت شنية الشركة معناتها جنسيتها، المهم الشركة هذه اختصاصها في الدومين اوديو توسكي كاسك امبليفايرز داكس سبيكرز الحكايات هكية متاع الاوديو لكل اختصاصها، وهكيك معناها نولي نعمل لكم ريفيوز. سورتو عندها كاسك هي الساوند بلاستر اتش 5 في بالي ولا اتش 5 اكس خرج ما عندوش ياسر، ممكن باش يبعثوهولي. قلت سنة معناتها نمش بشي بعثولي دي برودوين هزهم الزوم انفورماتيك سكوب والحكايات، وهم حاطر هما يحبوا يدخلوا في المارشي التونسي باش نفسوا شركات كيما الريزر وكل، حاطر لي برودوين متاعهم بالحق طيارات ياسر، وفما عندهم الامبليفايرز الخاص اللي فيهم ال 5.1 و 7.1. قولوا لي زادا كنت حاب نعمل لكم فيديو على الموضوع هذا. شنو الهدف الثاني؟ الهدف الثاني نحب نتحسن في قرايتي، خاطر تريمستر الاولى ما مشيتش بالباهي، دونك نحاول نحسن في قرايتي باش معناتها الوالد يعاوننا بالباهي، ونكون معناتها نوفق ما بين القرايه والشان والجيمينج بصفه عامه. And I think it's all. ناش كان عندي حوايج اخرين اون برانسيب، هذاك الكل هذاك اش نحب نقول. ان شاء الله انتم زادة تكملوا تعاونونا، تعاونونا في اللايك وبالبرتاج وبالكومنتير، والله ما انت تقول مش ما حاشتيش معناها نقا ندخل نقا 200 جيم
معناها حتى 10 جيمات والله العظيم انت تفرح، حتى كابتين وكعبه يقولوا لك يعطيك الصحه وكل، هيكون من بعدهم باش يجيبوا لك غيرهم باش يوليو معناتها العباد يعاونوك اكثر، وما انت يفرحوك يقولوا لك خدمتك باهيه خدمتك كذا، حتى يقول لك خدمتك خايبه ومعناتها ويعطيك مع نصايح سيجستنز لول كما انا يعطيك نصايح معناتها باش تحسن الخدمه نتاعك وتكون كاليتي نتاعها بالوقت خير. انت اي ثينك اتس اول معناتها كو. كان معكم احمد كابو من موقع تونيزيان جيمرز. اذا كان عجبك الفيديو حط لنا لايك، ما عجبكش حط لنا ديسلايك. كومنتير زاده كيما قلت لكم راهو معناتها ما تصوروش قداش تفرحني انا كي نرى الكومنتير هكيا. السلام عليكم and see you guys في الفيديو الجاي. تشاو.